السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لم تكن كلمتك لامعة كالبرق، أخاد كالرعد، مدوية كالرصاص، أحرى بك أن تنسى كيف تنطق أصلا. ألا لعنة الله على الذاكرة، قد تنسى الإساءة وتغفر لأحبابك، ولكنك لن تنسى الألم أبدا. ثم أن هناك أمورا لا يمكن أن تنسى. لا تنسى أن الله قريب منك للحد الذي يجعلك صلبا، لا تهزمك الدنيا ولا يكسرك البشر. وإن وجدت من يسعدك اليوم، لا تنسى من اهتم بك بالأمس. أنا لا أحقد أبدا، لكن بعض الأفعال السيئة لا تنسى، واللحظات الجميلة لا تنسى حتى وإن كانت قصيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.